فاستحدثت أمور غريبة وصل الرموش برموش أخر، وصل الأظافر بضفائر أخرى تركب وتتلبس. فهذه نوازل، والمشكلة أننا ليس عندنا نصوص، يعني ممكن نكلف واحد من الإخوة بعمل بحث في هذه المستحدثات. يعني دولاب المرأة المطرفة الآن، غرفة نوم المرأة المطرفة الآن فيها دولاب باروكات، باروكة جعداء كرتة، باروكة شعر أصفر، باروكة شعر متوسط، باروكة شعر سايح، باروكات كثير جدا، ألوان وأشكال، شعر أخضر أصفر أسود، تركب الباروكة وتمشي. وفي ذات الوقت رموش، الرموش الصناعية. الله أكبر الله أكبر. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الذي سيذهب إلى المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي في قصة الباروكات ووصل الشعر، سيجوز أن تصل المرأة شعرها بغير شعر الآدمي، فسيجوز الباروكة في حال كونها ليست غشا وليست من شعر الآدمي. فسترى المرأة الآن مثلا المطرفات عفوا على وجه الخصوص، الدولاب طويل فيه باروكة من كل نوع، وتحت الباروكة فيه أظافر من كل نوع، أظافر خضراء، أظافر حمراء، تلبسها تلبيسة تلبيسات أظافر، والرموش صناعية من كل نوع، فضلا عن أنواع المكياجات وأنواع التزين الآخر. فكل هذا الدولاب المصفوف باروكات، باروكة شعر مش عارف خصال فضية على وباروكة كذا وباروكة كذا، على مذهب الشافعي هذا الدولاب سيكون، على مذهب الأحناف سيكون، والشافعية على وجه سيكون الدولاب جائز جائز كذا. لكن نصوص الوعيد مخيف، لعن الله الواصلة والمستوصلة، نصوص الوعيد مخيفة ومطلقة، وهي أقوال المالكية وأقوال الحنابلة ووجه عند الشافعي مرجوح، وأقوال الظاهرية للعمومات. فالأسلم الدين فيما يبدو والله تعالى أعلم، الأسلم للدين أن البعد، لكن الآخر أيضا ليس بمنزوع الوجهة، لأن الآخر عنده نصوص عامة، عند الآخر نصوص عامة، مثل إن الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقل نحن نضر مع ليلة حيث دارت. فإذا كانت المرأة في البيت ما صنعت شيئا ليغش الرجل، جابت قبعة أمام زوجها وضعتها كذا، لبستها على رأسها أمام الزوج، فلم هي لم تغير خلق الله، إنما هو كلباس ارتدته، سيقول كذا. أنا بس فقط أبين الوجه فقط، وإلا في الأحوط والأسلم البعد لما فيه من الأمان والسلام واتباع النصوص العامة، والله أعلم. ما هي بقول لك التوابع، إذا أنت جوزت الأصل ستتجوز الفرع، يعني إذا قلت مثلا بجواز وصل الشعر بغير شعر أدمي ستجوز وصل الرموش برموش غير أدمي، إذا أمنت الغش والتدليس، إذا أمنت الغش والتدليس على رأي الفريق هذا من العلماء.